طبيعي، وطيف دبح وليدي دبح بس كأننا مو أخدين شي. ما لحقوا بابا ما لحقوا، هن سمعوا صوات على الدراج، طلعوا بعض، حطوا التلفزيون بالأرض. خوش هن كانوا مفكرين ياخدوه مثل ما فهمت، بعدين أخدوا ربحي وزمطوا. ايه ما اتصلوا؟ يعني ما رن التليفون؟ لا ما رن. وهلا شو بدنا نعمل؟ لازم اتصل بالشرطة. يا صدر اختك بابا، تعرف تحكي مع الشرطة؟ الله يخليك بابا، العصابة هددت كتير كتير انه ما لازم نخبر الشرطة، بعدين وقعك تنسى ربحي معه مشكلة.